ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه النهارده؟ انا اوريكم ازاي تجيب الثلاث نجوم في الحشد الجولم. انا جبت الجايزه اهي، بس اوريكم دلوقتي ازاي قدرت اجيب الثلاث نجوم في المابا. طبعا هو مديك كل حاجه جاهزه، مديك الابطال الخارقين وادي الخريطه اهي. طبعا اول حاجه انت بتخلي الجارديان ده طاير عشان ما يموتش منك بسرعه، وتروح سارحه هنا سايبه عند الاكس ويقعد ايه يعيش معاها بقى. بعد كده بتجيب اتنين ويزرد بتنزلهم هنا عند الدفاعات دي، وفي اخر خينه هنطلعها عشان ما تقتلش وزارات الوزر الصحراء، ونروح رامين هنا ايه تربايه، ونبدأ بقى في تنزيل الجولم بقى. منزلين الجولم كده هنا، منزلين لي ورا الكوين، منزلين هنا الويزرد عشان يقدر يحمي الملكة برضه، ايه الملكة ما تموتش منه. تاني جولم بننزله هنا، بننزل ورا الكين، بننزل ورا البالون، وآخر واحد بننزله هنا فوق. فبنقدر بقى نروح ننزل بقى البراولز دول، أهم حاجة دول أهم حاجة دول، عشان دول مش عارف دول ما ينفعش يموتوا. وبعدين أول ما بتسلم وتطلع بتروح أنت رامي ده هنا كده، نجمد دول نجمد ده تاني، دول هيطلعوا عليك لازم تقتله، وساعتها بقى ممكن ترمي ريش بقى هنا. أهم حاجة الفريز، أهم حاجة الفريز اللي. وأول ما البطل ده ما يموت ممكن نرمي واحدة ريش هنا، ده اخر واحده ليش. بس حتى تفضل معانا اربعة اهو، يعني اربع حاجات بس ودينا كده نجيب التلات نجوم بسهولة. معانا الكينج لسه عايش، يعتبر الجارديان ده يعني يعتبر اقوى حاجه، يعني قوي جدا. الماوس دي هتقدر في الدقيقه دي تجيب الباقي. ده اخر واحد بس، وده في اخر فخ اهو، اخر مبنى بس. وكده انت جبت 3 نجوم وقدرت تعمل الايفنت. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لنا لايك وسبسكرايب، واستنانا في الفيديو الجاي. شكرا، سلام.